لقاءات مع الفجر، برنامج ياتيكم على ماسه وعلى برنامج كشتات عشان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياك الله الحبيبي والغالي. الله يحييك ويبقيك. احنا انت الان يا طويل العمر والسلامه، انت تقوم دائما الفجر ولا لا؟ طيب اوكي. نعم زعل. نتعرف عليه اكثر وشوف شو المخلوق هذا. اخ الكريم معك قناه استاذي. يا استاذ محمد عن من الشارع العام. استاذ محمد، استاذ محمد تفضل تفضل تفضل. استاذ محمد عندك شيء تقدر تقوله للجهات الاعلام او ترسل رساله للوالده بهذه المناسبه، لان الحقيقه يبغون يطمنون على وضعك. محمد يا استاذ محمد. برنامج احنا برنامج الله يسلمك. احنا برنامج يا شيخ، برنامج اسمه لقاءات مع الفجر. تونا بادين في الاعلام وقالوا شوفوا اللي في الشارع يمشي. هو المخرج يبغى ماده. الفجر يا الفجر يا راحت البالي، يوم اصلي الفجر امشي ولا بالي، مالي مالي غنى عن المولى انا مالي، مالي مالي غنى عن المولى انا مالي. السلام يا اخي. هذا روح شوف قدرك العالي، يوم ما ينفع الا خير الاعمال. شكرا والله. حي يحييك. والميت يزيدك غبن. هذا الميت شروه من عندي. شروك الطيب طال عمرك. والله يا انكم ما شاء الله وانتم اعلاميين ما شاء الله ناجحين. واضح ان المخرج معطيكم غله جامده تقوم تصور الفجر تحت الكوبري هذا ما شاء الله. وشوف هذول مساكين. وممنوع الافتراش ترى. ممنوع الافتراش.